ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معايا لكم لعبه جديده، لعبه ماينكرافت بس الجديده بقى. هنلعب وهنبتدي نلعب. هناخد الكنز. اول ما بدانا كنز على طول. نمشي راح على البيت. هنشوف بس كده الموتوسيكل جه ولا لا. اهو يلا بينا نروح ناخد الموتوسيكل. الموتوسيكل دي بيطير. الموتوسيكل اللي بيطير هنروح نلعب بيه. نركنه فوق بس كده. ناخد الكنز ده كمان. محدش يعرف ياخد منك الأوضة دي. الخلق خدوا الكنز كله. طب يا عم نجري. ناخد العربية بتاعتنا. عربية واحدة خليها كده. بس نعرف ايه نمشي بيها بسرعة. نمشي ممكن هنا نروح ناخد الكنز التاني لو في كنز. ايه ده؟ ايه كل ده؟ ده في كم منين؟ ناخد خد بسرعة. نبقى تعالى جيم جيم جنرات جنرات. يا لهوي كفاية. نركب بقى سكوتر. نخش الحفلة. نخش نرقص جوا بقى في الحفلة. سيكو 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 سيكو. ماشي انا معايا اسلحه كتيره. مفيش حد بيموت. كتير. طيارة كيلو. نجيب بعد كده يعني نرقص اهو. الجيل بيرقص. الجيل في الرقص. نلعب شوية. اللعبة دي جامدة. لعبة اسمها روبلوكس. روبلوكس ماينكرافت. خسر. نطلع الدور اللي فوق على طول. اجري يا عم. لا الدور اللي فوق شكله ده. وي لا 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 مش عايز انزل. هطلع فوق في الروقان. طب انا اقدر اقعد فوق. نخليه هنا. انا راح اوريكم بيتي. بيت شكله جامد من جوه. دوت الباب اللي انا لسه مركبه جديد. تعالوا نبصوا ورا مانشو الغسيل فين. مانشو الغسيل تحت السن. وديت سجاده انا لسه جايبها. تعالوا اوريكم بقى السيت اب بتاعي. بصوا 500 شاشه موجودين في السيت اب. ودي برضه سجاده جديده. شويه ورد فازات وحاجات. نطلع بقى على اوضتي المفضله. دوت السيت اب. سيت ابين. دوت بقى شوية زرع وكده وحاجات وحبش تكنات. انا بخترق الاجابة. نقوم شوية. نقوم. من تحت الماء. في ماء. طبيعي. ننام شوية. انا اوريكم حاجة جميلة.
الله دي بص ما انا هنعمل ده، حط رجل على رجل البنس برنس، نقوم بقى عشان ما نفضلش معوقين كده كتير، نتصور صورة كده جنب البسين. لا لا مش بالصور، نجيب الصور نتقد لنا صورة كده جنب البسين حلو. فوتو نتصور، صورنا صورة جميلة. دي صورة كمان، اه ده انا اللي متصورها. طب نجري بقى كده، نقعد شوية على الكرسي ونشمس. لا التشميس الدنيا ده، حط رجل على رجل، الرجل دي اوعى حبيبي، اوعى بابا، يا بابا دي اوعى عيل غلب. لا نقفل، نرفع من دي كده، دي كده هنزل شوية، حط كده على الجناب بس. شايف رجل على رجل باشا، شايف نخرج بقى كده. هو ده بيتي، مفكر اشتري بيت جديد بصراحة، عايز فلوس كتير. ناخد فلوس 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 فلوس. يلا بينا الفلوس كده، اللهم بسم الله ما شاء الله، فلوس بتجيلي على الجاهز. بصوا هخترق لكم، بصوا شفتوا بخترق الحيط. طبعا القوة مش شغالة، المهم راح نختار. هروح طبعا البرق بيضرب والرعد، احنا في الشتاء. هروح على المكان اللي هاخد منه الموتوسيكل اللي بيطلق، بعدين هنروح هنا نروح حمام السباحة، نخرج منه، نخرج من حمام السباحة. طبعا نستنى بقى اشوف اللفة دي بتاعة كده، ناخد فلوس دي دي بس. أنا بقى نمشي معرفش ما ايه ده. هنا بطلع عشان اخش تاني. سلام. طبعا هنا بقى خرجنا، يا ابني ما تخرج، خرجنا ما شاء الله، ما اتحبست، ما في متاهة، انا في الحقوني. ماشي اهي البوابة، ادي البوابة التانية. يا رب عايز اخرج. طب هو من هنا ماشي، بنلف اللفة الجميلة دي، نطلع على هنا. هنا بيودي على فين؟ هو منين بيودي فين؟ يا لهوي على المكان اللي انا فيها. لا بصوا اخرج طفك سوي يا راخي. اهو كده قرب اهو، الحمد لله الحمد لله. بنطلع بقى على السلم ده، بص بقى المفاجأة الجامدة دي، نطلع من هنا ده موتوسيكل كمان دي واخده. حلو قوي، لكن فوق عشان محدش يعرف يجي. طبعا هروح بقى من الخريطة، اروح على اللي اسمه ايه ده، المكان ده هنروح نشتغل، هنشتغل بنبيع عصاير. يلا بينا لقيتكم. مش مشكلة. بصوا
احنا نروح نقعد على كرسي اللي في حد قدامك نموته، مش هنا انا بضرب طلقه. ماشي، طب تعالى بالراس، ما بضربش. ماشي، طالما انت قاعد بقى اطلع من المكان ده، نروح على هنا. اول مره اجي المكان ده اصلا، ما اعرفش ده ده. ماشي، هطلع مكان جميل. دي السينما، نقعد ناكل فشار. ما مش عايز اروح السينما، انا عايز اروح اماكن جديده. طلعني ونحن جاينا نركب المستكلة. طبعا المستكلة مش بيصير المستكلة عادي. انا هروح اقتل الناس اللي هناك. كده لما خلصنا الحلقة، طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. لو عجبتكم الحلقة غير كده تبقى الحلقة كده.